بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوعنا النهاردة أحبائي في الله بيجف بشرى سارة للموظفين والعاملين والمعلمين وأصحاب المعاشات. طيب أحبائي في الله، قبل ما نشوف الموضوع بالتفصيل ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة، وما تنساش أخي الفاضل أنك تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أو كل فيديوهات الجديدة في القناة. طيب تعالوا كده أحبائي في الله نشوف الموضوع بالتفصيل ونشوف قفزة الرواتب اللي حتتم خلال الفترة القادمة. طيب أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 التي أقرها مجلس النواب أمس تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للموظفين والعاملين بالدولة بتكلفة إضافية تبلغ نحو 34 مليار جنيه، حيث بلغت مخصصات بند الأجور والرواتب المقررة نحو 335 مليار جنيه، كما أنه سيتم خلال العام المالي الجديد منح الموظفين المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي و30 يونيو المقبل بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين غير المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي في 30 يونيو المقبل بحد أدنى 75 جنيه ودون حد أقصى وليس 10% كما هو المعتاد كل عام. ولفت وزير المالية المصري إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي يتراوح ما بين 150 جنيه و 375 جنيه شهريا وفقا لمستوى الوظيفة، مع تمويل حركة الترقيات لمن يستوفي القواعد واللوائح المقررة. وأوضح أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 إلى 15000 جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9000 جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24000 جنيه معفيا من الضرائب. وأشار إلى استحداث شريحة اجتماعية لأصحاب الدخول المنخفضة حتى يتراوح صافي دخلهم السنوي من 15 إلى 30000 جنيه، بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة بواقع 2.5% فقط و5 من عشرة فقط، كما تم تخفيض نحو 1.5 مليار جنيه لحفاظ تطوير التعليم قبل الجامعي لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية والثالث الابتدائي بالمدارس والمعاهد الأزهرية، كما تم تخصيص نحو 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. وتبلغ الموازنة التي أقرها مجلس النواب أمس 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون للمصروفات بزيادة تبلغ نحو 137.5 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019-2020، كما تم اتفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتماد المالي المقررة لهذه القطاعات نحو 682.5 مليار جنيه مقابل نحو 545 جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تبلغ نحو 25% و25.3%. وبلغ مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة نحو 258.5 مليار جنيه، مع مراعاة استثمار 7 مليار جنيه في القطاع. طيب بكده أحبائي في الله احنا عرفنا الخبر بتاعنا، من ينساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. شكرا أحبائي بالله لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله.